كونداليني. كونداليني ده فرع من فروع اليوجا اللي رانا متخصصة فيها. هي هتكلمنا أكتر عن اليوجا وعن الكونداليني ونعرف إيه القصة من خلال لقائنا مع رانا سلام، هي مدربة كونداليني فرع من فروع اليوجا. برحب بيك يا رانا. إزاي حضرتك؟ إيه الأخبار؟ الحمد لله تمام. إيه حكاية الكونداليني ده؟ هو اسم جديد شوية أو غريب عن اليوجا. الناس تعرف اليوجا بشكل معين، بس اليوجا أنواع مختلفة كتير وبتشتغل على حاجات مختلفة. الكونداليني هو يوجا الوعي. يوجا الوعي يعني إيه يوجا الوعي؟ إحنا بنركز في الكونداليني على الطاقة بتاعة الإنسان، إنه الإنسان مش بس جسم، مش بس مشاعر، مش بس أفكار، هو كمان عنده قالب الروح. فإحنا بقى نبدأ نسمع إيه اللي جوانا، إيه الأسئلة اللي بتدور حوالينا. فبنبدأ نخلي يبقى فيه وعي بكل حاجة بتحصل فينا، إن الإنسان ككتلة كاملة إيه اللي بيحصل عنده، إيه الوعي بقى. فهي طاقة الوعي، أو هي كونداليني، هي يوجا الوعي. يوجا الوعي. بالزبط. طيب احنا علاقتنا باليوجا توقفت عند فيلم عائلة زيزي زي ما نجلي قالت في المقدمة، والفنانة البطلة كانت بتقعد مربعة رجليها وعاملة ايديها في وضع معين وبتقعد ثابتة بمدة طويلة جدا. بعد شوية كتير جانا عادل إمام في عريس من جهة أمنية وبرضو عمل يوجا بشكل كوميدي جدا. قوليلي بقى اليوجا اللي بجد عاملة ازاي؟ طيب خليني ابقى بفرق ما بين اليوجا وما بين المديتيشن. المديتيشن هو وضع الثبات، ان احنا بنبقى قاعدين في وضع ثابت تماما، ويا اما بنعمل تمارين تنفس، يا اما بنغني مانترا معينه، او يا اما مثلا بنتخيل حاجه، يبقى في سكريبت سيناريو بنقوله بنحس ان احنا ندي توكيدات لعقلنا الباطن. وفي اليوجا. اليوجا مش المديتيشن، اليوجا بتبقى وضعيات بنبدا نحرك فيها جسمنا، وبنمكس بقى كل اللي انا قلته ده، بنمكس النفس مع الحركه مع الموسيقى، لو في مثلا لو في موسيقى او لو بنردد حاجات معينه، فهي دي اليوجا. فاليوجا شويه منفصل عن وضعيه الثبات او الهدوء. طيب انا دلوقتي استفيد من اليوجا او الكونداليني ازاي في اني احسن من طاقتي؟ او هي ما بتحسنش الطاقه، هي بس بتطلع نوعيه الطاقه اللي جوايا سواء كانت سلبيه او ايجابيه. اوكي ماشي. طيب احنا خلينا نبقى بنقول ان احنا مش بنحدد الطاقة اللي جوانا شكلها ايه، بس احنا عندنا طاقة كامنة جدا، وهي دي طاقة الكونداليني. والطاقة دي بتبقى متمركزة في اسفل عمودنا الفقري. عادة الطاقة دي بتبقى خامنة، بتبقى ثابتة، ومع الحركة الطاقة دي بتبدأ تتأكتف. فاحنا بيبقى عندنا نتيجة لكل الحاجات، لكل الظروف اللي حوالينا، بيبقى عندنا بلوكجز، بيبقى عندنا زي حاجات مقفولة أو زي مسارات طاقة مقفولة عندنا. فاللي بيحصل إن إحنا لما بنبدأ نحرك جسمنا في وضعيات مختلفة، الطاقة دي بتبدأ تتحرك. فلو في أي بلوكج، لو في أي مثلا في مشاكل، تروما، وونز عندنا، الطاقة دي بتبدأ تاخد الحاجات دي، تبدأ تفتتها، فتبدأ تفتح كل مسارات الطاقة اللي عندنا. فمن هنا الوعي بتاعنا بيبدأ يستيقظ. طيب انا محتاجه عشان اعمل الحاجات اللي انت بتقوليها، يبقى في حد زي كده مدرب بيساعدني، ولا انا ممكن اروح اعمل سيشن او اتنين او افتح اليوتيوب واتفرج عليكم من بعيد؟ طيب هو مفيش سيناريو، مفيش حاجه المفروض اعملها ومش المفروض اعملها. يعني دايما احنا بنقول انه الجروب بيرفع بعضه، هتتعلم من هنا وهتتعلم من هنا وهتتعلم من هنا، فهتاخد مسج مختلفه وهتبدا تشوف أنماط مختلفة. لو أنت لوحدك هتبقى ماشي في رحلتك برضو، مش هيبقى بيضر خالص وتعرف تعمل ده، بس ممكن شوية ما تبقاش عندك الخبرة بتاعت حد تاني. فممكن نبدأ الأول إن احنا نبقى بنجرب مع مدرب، أو نبقى بنجرب مع حد عنده خبرة شوية في الموضوع ده، يبقى عارف يعمل حتى الوضعية صح عشان ما نأذيش نفسنا، وبعد كده ممكن نبقى بنمارس ده أو ناخده لايف ستايل لين. طيب في ناس بتقول إن تمرينات اليوجا بتساعد على تحسين الصحة العامة وعظمي يبقى كويس، وخصوصا السيدات لأن هما بيعملوا مجهود جوه البيت وبره البيت، وفي حمل وفي ولادة وفي حاجات كتير قوي بتأثر على فقرات الظهر، وفي طالما بنلبس جزم بكعب عالي والحاجات دي كلها بتأثر. اليوجا علاج من العلاجات دي؟ يعني خليني أبقى بقسم السؤال يعني ناحيتين. أول حاجة أنه ما فيش حاجة هنعرف نعالجها من غير ما نبقى بنشوف إيه الكوز أصلاً اللي مسبب للحاجة دي. فلو أنا بستمر إن أنا بعمل حاجات كتير
غلط او بوضعيات مش اصح حاجه، هيبدا عندي نفس المشكله. اليوجا هتبدا في الوضعيه دي هتخفف من حده الالم اللي عندي، بس مش هتبقى بتمحيه لان انا هبقى بعمل نفس السبب ده. لكن نقدر نقول انها هتبقى بتخفف او هتبقى بتحسن من وطاه الوضع اللي احنا مستمرين فيه. وفي ان انا تاني انا بنقول ان اليوجا هي وعي بكل حاجه، وعي بالنفس اللي انا بتنفسه، وعي بحركات اللي انا بعملها، وعي بالكلام اللي انا بقوله، بالشعور اللي انا بحسه. فهي وعي، هي كونسبت اكتر ما هو انه وضعيات بقوم وبنزل فيها، لا هي وعي بكل حاجه انا بعملها. فعلى قد ما الانسان بيبقى واعي وهو مثلا بيعمل الحاجه دي، عارف انه to any extent كده ممكن يبقى بيأذي، مثلا لو انا بلبس حاجه او لو انا مثلا قاعده طول الوقت على المكتب وعارفه انه خلاص انا ده ظروفي دلوقتي في الوقت الحالي، فمهم ان انا ابقى عندي الوعي ان انا القعده او الوضعيه دي ممكن تبقى بتتعب ظهري، فاعمل مثلا استريتشات، اعمل في النص اخد بريك، مش هعرف الغي الوضع ده بس ابدا احسن او يبقى عندي الوعي ان انا اتعامل في وسط الظروف دي بالشكل اصح. طيب خلينا نرجع، اليوجا بيعملها الجنسين الرجل والمرأة، لكن أكيد في بعض الحركات بتعملها الست أكتر تبقى محتاجاها، الراجل أكتر بيبقى محتاجها، فرق الأحجام، الراجل بيبقى تكوين جسمه مختلف عن الست. أوكي ايه بقى؟ هي اليوجا بتسيرف الاثنين، يعني اليوجا مش بتسيرف جندر معين او مش بتخدم على جنس معين، هي بتخدم على الاثنين. بس طبعا احنا تركيبنا البيولوجي مختلف كست وكراجل، ففي حاجات وخصوصا في الكونداليني يوجا في حاجات بتشتغل على الهرمونز، لان احنا ستات كستات بنمر بفترات مختلفه في الشهر، فبيبقى عندنا ابس اند داونز وبيبقى عندنا حالات هرمونيه مختلفه. ففي حاجات بتدينا زي بوست كده للهرمونز او زي بوست المود بتاعنا، فبيحسن الهرمونز بتاعتنا، فنقدر نتعامل مع الظروف او مع حالاتنا المختلفه بشكل اوعى برضه او بشكل مختلف. طيب بما انك اتكلمتي عن السيدات والهرمونز، الستات زي ما بتمر كل شهر بحالات صحيه مختلفه، هي بتمر على مدار العمر بحالات صحيه مختلفه وبمود مختلف وتغيرات فسيولوجيه في جسمها. هل بيختلف تمرينات اليوجا للبنت الصغيره اللي عندها 16 و20 سنه عن البنت الكبيره اللي عندها 40 سنه، عن البنت الاكبر اللي عندها 60 و70 سنه؟ طيب هي الصحة العامة مطلوبة لكل الأعمار أكيد، فكوني ببقى ببدأ من الطفل وهو صغير أو لو مثلا ببدأ في مرحلة المراهقة هيبقى بيأثر على، طبعا طول ما أنا بكبر في السن هيبقى بيأثر. بس تمرينات اليوجا لما بتشتغل على صحة الجهاز العصبي أو أجهزة الجسم بشكل عام، فهتبقى بتأثر على السن الصغير زي ما هتبقى بتأثر على السن الكبير. أوكي. طيب أنا دلوقتي لازم أخصص من وقتي وقت من يومي وقت لليوجا، ولا بشكل أسبوعي ولا بشكل شهري، ولا لازم يبقى فيه انتظام؟ هي أي حاجة هيبقى فيها انتظام، أي حاجة عشان يبقى فيه نتيجة، هو ما فيش حاجة حل سحري خالص. فعشان سواء أنا عايز هدوء في أعصابي، عايز أحس ببروجرس حتى على المستوى الفيزيكال أو على الشكل الجسماني بتاعي، هبقى محتاج أبقى بأدي الحاجة بشكلها الانتظامي كل يوم حتى لو حاجة بسيطة. فإحنا بنقول دايما نبقى بنبلد الهابت على مدة 40 يوم مثلا، ممكن نبدأ بحاجة اكسرسايز بسيط خالص، ممكن نبدأ مثلا بستريتش بوز، ده بيشتغل على فرد الجسم كله. يعني ممكن ناخد وضعية من وضعيات اليوجا نعملها لمدة دقيقة كل يوم، هيبدأ نحس بفرق على مدار المدة الطويلة. بس الممارسة والاستمرارية هو عنصر أساسي في كل حاجة مش بس في اليوجا. طيب أنا ببدأ بمدة صغيرة وليكن مثلا 3 دقايق كل يوم الصبح بقى أحسن، ولا بالليل قبل ما نام، ولا أول ما أصحى، ولا قبل الأكل، ولا بعد الأكل؟ إيه أحسن معاد أستفيد بيه وأبقى سعيدة كده وأنا بعمل اليوجا؟ طاقياً، هنتكلم طاقياً، الوقت الصبح بيبقى الطاقة فيه أحسن. وقت الفجر، يعني احنا دايما في الكونداليني كمان احنا بنبراكتس من الساعه 4:30 للساعه 6:30. أوكي. دايما بناخد الساعتين بتوع الفجر دول، بيبقى فيهم طاقه عشان الدنيا بتبقى هاديه، اجهزتنا العصبيه بتتعود، بترجع للستيت الطبيعيه بتاعتها، بترجع للستيت الحاله الهاديه بتاعتها. لكن في اي وقت من اليوم، هو تاني اليوجا هي كونسبت، فلو احنا دخلناها او دخلنا الوعي ده في اي وقت في اليوم واحنا اللي ابتدينا
نخلي البراكتس يسيرف او يخدم علينا احنا اللي هنبقى مستفيدين منه. فممكن نبقى بنمارسها في اي وقت، ممكن نمارسها قبل النوم بحيث انها تعزز او تهدينا قبل ما ننام، فنعرف نستخدمها في اي وقت. لكن لو احنا بنتكلم على 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 اجهزتنا بتبقى فيها اكتر وقت بتعرف تستفيد من الحاجه دي، ممكن هيبقى وقت الصبح قبل الاكل، اول ما اصحى. طيب انا دلوقتي اليوجا دي ممكن يمارسها كل افراد الاسره مع بعض، ولا اللي انا بعمله ما يقدرش طفلي الصغير يعمله، ما يقدرش والدي يعمله؟ حلو السؤال ده قوي. يعني دايما بقول في الكلاسز عندي اللي listen to your body، اسمع لجسمك. الحاجه اللي انت قادر تعملها اعملها بالشكل اللي انت مريحك بالظبط. يعني ما تخليش شكل معين، وخصوصا عشان دلوقتي اليوجا ترند وفي ناس كتيره قوي بتبقى عايزه تدخل الكلاس عشان عايزه تعمل بوستشر معين. أي. فبتنسى انها تسمع جسمها، فهي عايزه توصل للبوستشر ده. بس هو الحقيقه انه انا مش عايزه اوصل لهدف معين قد ما انا عايزه اسمح لجسمي يمشي في البروسيس الطبيعيه جدا عشان يوصل للهدف ده. فحلو ان انا يبقى عندي هدف، بس حلو ان انا ابقى باونر البروسيس على ما بوصل للهدف ده. ايوه، يعني نبقى مع بعض وكل واحد يعمل اللي يريحه بالظبط، بس نجتمع في اليوجا يعني. يعني كل حد يبقى بالراحه كده بالطاقه بتاعته. أيوه. يعني احنا بنشكرك يا رانا جدا، والمره الجايه بقى هنلبس لبس رياضي ونعمل يوجا بقى. ماشي خلاص اتفقنا. احنا بنشكر ضيفتنا اللي نورتنا في الاستوديو، الاستاذه رانا سلام، هي مدربه يوجا اللي وعدتنا انها هتكون معانا في كلاس يوجا خاص لطعم البيوت ان شاء الله. ان شاء الله. بكده خلصت مع حضراتكم فقرات برنامجنا، خلينا نخرج لفاصل ونرجع نقابل نجلة مرة تانية. وبسرعة جدا بيخلص وقتنا مع كل مشاهدينا النهاردة، فقرات متنوعة قدمناها سواء من خلال فقرات زينة اللي قدمتها مع حضراتكم، أو من خلال فقرات طعم البيوت اللي قدمتها مروة. يا رب تكون كلها كانت فقرات جميلة إن شاء الله تكون نالت إعجاب حضراتكم. حاولنا أننا نكون متنوعين، بداية السنة دايما بتبقى كلها بهجة وسعادة، واستنونا كل يوم وإحنا بنحتفل بالأعياد لغاية آخر السنة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب دايما متجمعين، يا رب دايما أيام كلها أعياد وسعادة لكل المصريين في كل مكان. كل سنة وحضراتكم طيبين، شوفكم بكرة بإذن الله.